يا خانم، رحتي على نقابة المحامين بخصوص بلاغ توقيفة؟ أنا بالنقابة محمود، شكرا. تمام. ما لقيت غير هالوقت يا درويش لحتى تختفي؟ كنت مستني اتصالك من الصبح. لا عاد تستنى يا غراب، نفذ الشيء المطلوب منك. عم اقول لك اعطيني بس شويه وقت. لك انا عم تسكر بوشي. ايه ماشي، شو عليه؟ سليمان انت هنيك؟ الشغل منيح جاي، حكي واضح، خلاص تمام. ايدي اللي رح وصل الشحنه لمستودع الغراب، وانتي كملي. مو مستاهل تعطيه اهميه. ايه بس الغراب مهم. تعرف شو الغلطه الوحيده اللي عملتها من الاول؟ اني استخفيت بحقده كتير. قلتلك مانو مهم، وبكرة بتشوفي. أنا استهنت بهذا الحقد، فكرت أنه ممكن يشفى بلمسة، وهذا كان غلطي. في أحداث صعبة كتير تداوي يا ديلا، ولحتى تداوي هاي الأحداث لازم تخلص منها. بقصد تخلص على الآخر. ونفس الشيء بالنسبة للغراب، يا بيمشي من هون يا رح تقضي حياتك وانتي عم تحاربي. وهيك لحتى ينتهي الغراب، صح؟ ايه هيك بالضبط. مو هيك بتكون الحروب. الحروب هيك لازم تكون. حتى ما لازم يكون في أي هدنة لحتى يخسر حدا. طريق ديلا والغراب المسدود. عن إذنك. ليش طولت لحتى رجعت لهون؟ لا أقدر أكون الغراب من جديد، لا أقدر أخذ حقي بإيدي. شو عم تعملي؟ جنيتي شي؟ بدي اوثق فيك لو سمحت. كاتش كنت ترجع، كاتش كنت
ودي اشرح يتلوتوا هاليدين لسه. انت عم تعانديني بهالشغل، بس اسمعيني انتبهي منيح، هاي رح تكون اخر مره بحكي معك بالحسنى. انت عن جد بدك تواجهيني؟ ماشي الحال؟ عملتوا مثل ما قلت لكم؟ طبعا وفيتي بوعدك، هاي اول مره بتوقفي بوش الغراب وبتمنعي من شي حلو. حتتراجعي شي؟ شو هالكلام هاد؟ من اليوم رح اقطع الروابط اللي بيني وبينه، مستحيل اشتغل انا وغراب. سليمان، البضاعة كلها صارت هون، ما بدي نطلع المساء اليوم، كل ما استعجلنا بيكون أحسن. تمام خلص سكر هلا يلا. شوفي الشحنات كلها انسحبت معلم. كيف يعني انسحبت؟ يعني علقت كلها على الحاجز. لك مو وقت مسحك هلا. غالبا ما رح يخلوك تمشي الشحنة هلا. اسمع، كل شيء لازم يمشي اليوم مثل ما خططنا نحن، مو مهم كيف، أنا بورجيهم. تعا على الموقع اللي بعته على الساعة 4. معقول بهالسرعة؟ ما عم صدق. سليمان، ايه اللي شوف لي الزر اللي تحت. ليك سليمان، في شي جنبه لازم تفتله بالأول. ايه وكبس على الزر. حاضر. ها ممتاز، وهلأ رح نظبط اللزقات. مو هيك، كنت رح تلزقها بالعكس، انتبه أكتر من هيك يا سليمان. حاضر معلم. ها هيك. حلو. تمام، هذا الشغل. إن شاء الله يوصلوا بالسلامة. بيوصلوا، لا تأكل هذا. طيب ماشي. شوفي البضاعة كلياتها وصلت على السفن، عملها الغراب. كيف يعني عملها؟ نقلوهم بسيارات إسعاف، سيارات الإسعاف ما بتوقفوا. حلو كتير.
قلت لك لازم تمشي هاي الشحنة أنت والغراب، بس أنت حاولتي أنك تمنعي ورح تتعاقبي على الموضوع. مو أنا اللي اتفقت مع الغراب، بابا اللي اتفق. بتذكر أني قلت لك ما رح أشتغل معه أبداً؟ قلت لك المفروض تنسي هاي المشاكل وتحافظي على النظام. ما سمعتي وحتدفع الثمن. والله أنا بهالفترة ما عم بعمل شي غير أني عم بدفع الثمن، عادي كتير. ولهيك بهرام بيك المفروض يعرف أني ما رح شارك الغراب بنوب. يعطيك العافية. عاد بهرام لوين رح ياخدك يعني؟ هلا منعرف. بورا بيك لو سمحت حضرتك بدك كمل معنا، تفضل. لو سمحت غطي عيونك. درويش أنا ضروري حاكي بهرام. لو أي واحد بيقدر يشوفه كان أكيد بالسجن هلأ. وبعدين مع هالقصة شو أنا عدوه؟ أنا تعبت من هاي اللي اسمها ديلا ومو متحملة. بدي أتعلم وبدي أشتغل لأخذ مكانهم. شو هاد؟ إذا بدك تكمل معي يا بتقتلها لديلا بيلجين يا تزوجها. لك شو هالبني آدم؟ أكيد مجنون. هاد جواب الشيء اللي طلبته. وشلون هيك بدون سبب بقى؟ مو بدون سبب، هي عطلت شغلنا. الشغل ما تعطل، أنا حليتها خلص، يقلعها من الشغل. بهالطريقة بدك تصير الكبير هون، لحتى تكبر بدك تفرط بالعاطل وبالمنيح. إذا قالوا لك قتل فلان بدك تقتله، إذا ما قتلت حيقتلوها، ما رح يسمحوا لحدا يخالف نظامهم. الشغل اللوجستي له مقعد على هي الطاولة، وإذا كان بدك إياه رح تروح هلأ تقتل ديلا وتاخده، تمام؟ هذا هو قانون بهرام، يا أما أنتو بتتزوجوا وبيمشي كل الشغل، يا أما بتقتلها فوراً. قرارك. مو موافق على الخيارين، مستحيل اقتل حدا بدون ذنب وما بتزوج بنت المجرم. عن إذنك. طلبت تقرير وفاة والدك وأنا أعطيتها إياه مشان ما تشك بشي.
مستحيل يوصلوا لتقارير العناية المشددة. لا تقلق أبدا. راكان، بدي أسألك شغلة. أنت بتعرف أجهزة العناية المشددة هدول اللي بيكونوا موجودين بالمشافي؟ كيف منقدر نوصل للأشخاص اللي بيعملوا لهم صيانة؟ تعرف حدا منهم؟ بعرف لك، ولا يهمك يا مامي. كون ممنونتك راكان، عن جد الموضوع كتير مهم بالنسبة إلي. بسيطة. بهرام إدوار بورا داغستاني، شو الشي اللي بدك تقوله بورا؟ بدي ضل رفعت بالوقت الحالي بأمان، وما بدي حدا يأذيه أو يقرب عليه بالسجن بنوب. وبدي إياك تعاقب الشخص يلي خرب لنا الدنيا وقلب كل النظام عنا، الغراب جبشي. بدي يموت أبشع موته، هو يلي فوت رفعت على السجن، وهو يلي قتل أبي. عندي إثبات لكل شي عم بقوله. ومين قالك إني ما بعرف بهالشي كله؟ الغراب جبجي رح ياخد الموافقة مني إذا قدر ينجح بالمهمة تبعه اللي كلفته فيها. شلون بتحمي واحد رخيص مثله؟ مو أنت اللي بتحدد، ورأيك مو مهم. بس باللحظة الحالية أهم شيء إنه الغراب جبجي من رجالي، وبخصوص حماية رفعت بلقين، يعني بصراحة حياة كل هالعيلة هي ديلا مسؤولة عنها. بالأول لازم تطيع الأوامر. ايه معلم، انا التقيت ببورا داغستانلي وهلأ تركته. ايه طبعا صدق انه انا بكون بهرام، وما شك في شيء. ضروري تبعت الملفات اللي حطيتهم على جنب لشركة بابا، ماشي محمود؟ محمود، انت حابب تشتغل معي بشركة بابا؟ يلي بتشوفيه مناسب حضرتك. خلص لكان اتفقنا. عن جد شكرا إلك. حياتي ما رح تكون بالشكل يلي حلمت فيه أبدا. أنتي منيحة؟ الحقيقة أنا ما رح كون منيحة بعد اليوم بنوب. يلا منحكي. طيب ديلا، ايه
إذا جاي تعاتب فيكون عندك علم. بدي ضل عم عطلك شغلك لو ضل بعمري يوم. ما حدا رح يقدر يجبرني اشتغل معك. مالي عرفان لوين رح توصلي. بدك تضلي عم تتحدي الروس الكبيرة لحتى توعي على راسك شك. المسألة أبسط من هيك بكتير. يلاقوا بديل عنك. اركبي السيارة. طلعي. كيف؟ اركبي بسرعة. شوفي. ديلا اركبي يلا. ديلا وطي راسك. ديلا. لا تخافي اهدي. شو نعمل؟ شو رح يصير؟ ما رح يصير شيء خلص اهدي. لا ترفعي راسي. ماشي. خلص نفدنا اهدي ديلا اهدي. ديلا شش. ديلا ديلا خلاص خلاص كل شيء انتهى. ديلا خلاص مشي الحال مشيو بسيطة خلاص. اهدي اهدي خلاص. شفتي قديش خطيرين الرجال اللي عم نتعامل معهم. بهرامي اللي بعتهم عاقبك بهالطريقة. هدول ما بيمشي معهم التهديد. شوفي السيارة ما عندهم مشكلة يقتلوا مين ما كان. شو كان صار لو متي ها؟ يعني القصة أبدا مو مزحة أو لعبة. يعني موتي كان رح يأثر فيك. يلي بيأذي مرة بيأذي مية. سؤالي واضح جاوبني. بدي اياك تقول معقول تزعل على موتي؟ بجوز رح تنهم لأنه متت قبل ما أوصل لمرحلة أتمنى الموت. أنت لسه ما خلصت انتقامك مني ما هيك؟ منيح اللي تجاوزتي الصدمة. لوين رايحة لوصلك هلا؟ أنقذت حياتي شكراً. بس مستحيل سامحك أو أوثق فيك بيوم. ما رح أمن لك أبداً مفهوم؟ من اليوم ورايح أنا عدوتك ومستحيل كون غير هيك. بهرام إدفار بده يختار واحد فينا. يا أنا يا أنت. ما عاد فرقان معي شي من الأساس. حاجتك بقى. هاد قراري الأخير مفهوم؟